لا زالت صحراء الأنبار تشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في المحافظة رغم تحريرها من دنس الإرهاب منذ 4 أعوام. المواطنون في مدينة الرمادي طالب الحكومة المركزية بعمليات استباقية للحد من تواجد الإرهابيين ومنع عودتهم إلى العمق الاستراتيجي في كبرى المحافظات العراقية. من الحكومة أن تبعد هاي العناصر من عندنا حتى الناس تعيش بأمان وأمن لا أكثر ولا أقل. تقدر تستغل هاي الصحراء في مشاريع تعرفها هي الدولة، المشاريع اللي تريدها اللي تستخدم المواطن واللي تخلي المواطن يعني يستفاد منها. صحراء الأنبار اللي هي تشكل ثلث العراق، مساحتها تشكل ثلث العراق. صحراء الأنبار عمرها ما تصير يعني آمنة لا يعني بتواجد العناصر الإرهابية. هناك جهات خارجية تدفع بالإرهابيين بالتجمع بصحراء الأنبار أو الحفاظ على مكاسبهم اقتصاديا، لأن صحراء الأنبار الكل تعرف بها الخيرات مثل الفوسفات والنفط وما غيرها. مراقبون بدورهم أكدوا أن صحراء الأنبار بمساحتها الشاسعة وبمواردها الطبيعية تشكل أطماعا حقيقية لعدة دول، فضلا عن استغلالها من قبل العصابات الإرهابية للتحرك بحرية بسبب الطبيعة الجغرافية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء التوترات الجارية بالمناطق الغربية لإكمال صفحات أسود الصحراء بنجاح تام. تل صحراء الأنبار أهمية في الاستراتيجية الإقليمية والدولية لما تمتلكه من مصادر ولما فيه من مساحة، وكونها متداخلة مع 3 دول إقليمية أيضا تتعامل مع هذه الطبيعة الديمغرافية بهذه البلدة. استطاعت التنظيمات الإرهابية تستغل المساحات الشاسعة والنائية في أن تكون أوكار لها في هذه المنطقة طبعا، وهنالك بعض الإسناد الدولي لهذه المجاميع الإرهابية. المطلوب من الحكومة المركزية بتكثيف الجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية. العمليات العسكرية ومنذ انطلاقها لم تدخر أي جهد حربي لضرب أوكار داعش، والتي تسفر في كل حملة أمنية عن مقتل إرهابيين وتدمير مضافاتهم ودك مقارهم ومعاقلهم الصحراوية. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.